أهلا فيكم، بس خلونا نبدأ في الحديث عن أعمال الثلث الأول من رمضان. كان لها أثر الفراشة الذي لا يزول، وأعمال تانية لها أثر ذاكرة السمكة على حد ذكر متابعينها، يعني ما حدا متذكرها ولا حدا اتفرج عليها. هو ما عبر عنه رواد السوشيال ميديا بتعليقاتهم الساخرة. فمثلا علق معاذ على مسلسل منهم وقال على حسابه في إكس: سمية الخشاب عاملة مسلسل محدش بيشتم فيه حتى. أما ساندي جابر علقت على مسلسل تاني وقالت: أمير كرارة ما جاش لتاني سنة على التوالي. يعني خلينا هلأ ندخل معاكم نقادنا الفنيين. أهلا فيكم مرة جديدة، وخلينا نبدأ معاكم يعني قائمة المسلسلات يلي ما حدا شافها بشكل كبير. أستاذ جورج، في رأيك شو الأعمال يلي فينا نقول إنها ممكن تنضم لهالقائمة من وجهة نظرك؟ يعني خلينا نحكي عن هذا الموضوع. أول شيء مساء الخير لك ولأستاذ عبدالله. سهاب، أنا بفضل إنه ما نقول مسلسل، يعني خلينا نلطف عنوان القائمة شوي ونقول إنه مسلسلات مظلومة. ليش عم أقول مسلسلات مظلومة؟ لثلاث أسباب. أول سبب إنه في مسلسلات كثير معقول ترجع تقدر تاخد حقها بعدين، وثانياً لأنه حصرية العرض معقول تلعب ضد مسلسلات، أو النقطة الثالثة توقيت عرضها على التلفزيون. إذا بدك سمي مسلسلات، فيني أحكي عن مسلسل مظلوم وبنقطة انتهى، يلي من بطولة عابد فهد وعادل كرم وندى أبو فرحات. وفي أسباب يعني بتفسر ليش المسلسل بمطرح معين انظلم، بيناتهم إذا بدك الحتوتة كانت بتشبه إلى حد ما بالديكور تبعها مش بالمضمون والصورة. المسلسل عابد فهد سنة الماضي النار بالنار، وفي ناس اعتبروا على مواقع التواصل انه اعتبروه امتداد او جزء ثاني، مع انه القصه مختلفه. المسلسل الثاني كمان يلي بينضاف اذا بدك نسميه مسلسل مظلوم هو مسلسل باسل خياط نظره حب، يلي كمان باسل وكارمن بصيبس عاملين اداء كثير حلو ولافت، ولكن كمان بطء السيناريو ظلم المسلسل شوي. بقى خلينا نقول عنه المسلسلات مظلومة مش مسلسلات ما حدا عم بيشوفها. ممتاز، ما في أي مشاكل. بس جورج، يعني خلينا نحكي بصراحة، يعني برأيك العيب في شو بالضبط؟ هل في التوقيت الزمني اللي بث هاي المسلسلات؟ هل بجودة المحتوى المقدم من خلال هاي الأعمال الدرامية؟ أو شو الموضوع بالضبط؟ لكن كل مسلسل عنده أسباب بتلعب دور، ولكن إذا بدي أحكي بشكل عام فينا نقول مثل ما حكينا حصرية العرض يلي اليوم صرنا عم نحكي انه في بلاتفورمز، يعني في اعمال عم تنعرض على بلاتفورمز بتنحضر، وفي اعمال حصريه عم تنعرض على بلاتفورمز ما عندها نسبه اشتراك او نسبه مشاهده كبيره. النقطه الثانيه الطفره بالاعمال. سهى، اليوم انت عندك عدد كثير كبير من المسلسلات، وبالتالي يلي قدر باول فتره يجذب المشاهد هو اللي لقط لبعدين. نقطه ثالثه بدي احكي عنها هي خطورة الترويج للأعمال. اليوم لما نحن عم نحكي على ترند على السوشيال ميديا، وكلنا بنعرف إنه في ترند مدفوعين وفي مكانات عم تشتغل، صح. الناس بترجع بتفوت بتشوف إذا بدك يلي رائج على ترند وبتحضره. بالمقابل أنا عملت مثل هومورك صغير قبل الحلقة، فت على جوجل ترند، أوكي، شفت بلبنان وشفت بالورد وايد شو المسلسلات. أنا عم بحكي ببلاد الشام، يعني حطيت أبرز 5-6 أعمال موجودة عنا. اللي لفتني سهى انه مثلا اذا بدي احكي بلبنان او وورلد وايد باثنين سوا، انت عندك المزاحمه الاولى عم بتكون بين اولاد بديعه يلي هو عم بيكون ترند، تاج يلي هو مسلسل ممتاز بس كمان عم بيكون ترند، وعندك المسلسل الثالث مثلا هو العربجي عم يتصارع على المركز الاول بجوجل ترند بين الاعمال. وبالوقت يلي انت اذا بتفوتي على ترندات على السوشيال ميديا ما بتلاقيه حاضر كثير. دونك هيدا كمان سبب ايام قطعت الكهرباء. ويلكم نورك كفايه. نورك كفايه استاذ جورج. طب يعني هذا اللي انت حكيته تحديدا انه تختلف ممكن اهتمامات الناس في هاي المسلسلات من منطقه للثانيه، بس خلينا نحكي عن نقطه مهمه استاذ جورج. يمكن النور ما عندك ظاهر بس اكيد سامعينك، اللي هو طيب. نقطه انه معقول المسلسلات الغير عربيه او المسلسلات المدبلجه لانها مثلا اكلت الساحه، فالعالم بطلت عم بتتابع المسلسلات والدراما العربيه مثل ما كانت من قبل؟ لكي لا، مش بالضرورة، لأنه كمان في مسلسلات عربية خالصة ناجحة وعم تحقق نجاح. الدراما التركية إلى جمهورها والمعربة إلى سوقها، بس كمان الدراما المحلية، لأنه كمان سوها أيام كثيرة بأوقات العرض يلي عم تنحط فيه دراما تركية عم بيكون في أعمال عربية عم تضرب. ممتاز. طيب.